أوديولابي، شارك المعرفة. ستة كتب رائعة ستساعدك على التحرر النفسي من الأشخاص والمخاوف. يمكنك تحميل هذه الكتب عبر الرابط في مربع الوصف. أولاً، كتاب حرر نفسك من الخوف لجوزيف كونر. يبحث كتاب حرر نفسك من الخوف في مختلف أنواع العوامل المثيرة للقلق في حياة الإنسان، عادية كانت أم اجتماعية، كما يناقش مختلف المسائل المثيرة للخوف كإلقاء الخطابات والمحاضرات أمام الآخرين أو القلق المستمر حيال الشعور الشخصي بالأمان. إن الهدف الأساسي من الكتاب هو مساعدتنا على التخلص من هذه المخاوف بغية الوصول إلى حالة من الحرية النفسية. ثانياً، كتاب السماح بالرحيل لديفيد هوكنز. يشرح كتاب السماح بالرحيل آلية بسيطة وفعالة يمكن من خلالها التخلص من معوقات التنوير والتحرر من السلبية، حيث كان الهدف الأساسي للمؤلف خلال عدة عقود من الممارسة النفسية السريرية هو إيجاد الوسائل الأكثر فعالية في تخفيف معاناة البشر بجميع أشكالها. وقد وجدت الآلية الداخلية للتسليم لتكون ذات منفعة عملية عظيمة، وقد شرحها في هذا الكتاب. ثالثاً، كتاب الشجاعة الإيجابية لفيرا بيفر. تحرر من المخاوف التي تشل حركتك وتعوقك عن التقدم باستخدام تقنية بسيطة لكنها فعالة تضع في برامج العلاج النفسي والمساعدة الذاتية الحديثة. يتحدث كتاب الشجاعة الإيجابية عن مشاكل الخوف التي تؤرق حياة الكثير منا، فيناقش مشاكل التوتر والقلق والتوجس والرهاب والوسواس القهري. رابعاً، كتاب القدرة الذهنية الخارقة لجين ماري ستين. يساعدك كتاب القدرة الذهنية الخارقة على مضاعفة قدرتك العقلية في 21 يوماً عن طريق تطبيق 21 تدريباً ممتع وسهل وبسيط. وتموضع هذه التدريبات على أسس علمية مبتكرة لتصبح أكثر ذكاءً وإبداعاً. خامساً، كتاب سيطر على التوتر لبول ماكينا. هل تريد أن تصبح قادراً على الاسترخاء والحفاظ على رباطة جاشك؟ هل تريد التمتع بالقدرة على التحكم في حياتك؟ هل تريد التخلص من الضغوط والشعور بالارتياح؟ إذن فهذا الكتاب قد ألف من أجلك. سادساً، كتاب دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي. يبرز كارنيجي في هذا الكتاب كيف يمكن للقلق أن يفسد على الإنسان حياته، كما يوضح أمثلة لهؤلاء الذين استطاعوا أن يحطموا قيد القلق لينطلقوا في الحياة. كما يتعرض الكتاب لمشاكل الأرق والضجر، ويستعرض جملة من النصائح والتوجيهات للتخلص من هذه الآفات. متوفر حالياً في قسم الملخصات الصوتية على تطبيق أوديولابي. ملخص كتاب قوة العقل الباطن لجوزيف ميرفي. حمل نسختك الآن.